النهارده انا بتكلم على التدخل الجراحي لعلاج خشونه الركبه، وزي ما قلنا قبل كده ان خشونه الركبه هي 4 مراحل، مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه. في المراحل المبكره، في المراحل اللي بيسموها المايلد والمودريت، احنا دايما بنحب نعالج السبب. يعني لو عندنا اعوجاج في الركبه بنحب نعمل استعدال للركبه، ما بنحبش الرجل فيها اعوجاج للداخل او الخارج. يفضل ان احنا نعمل استعدال للركبه، لان دوت بيؤدي ان احنا بيحصل ضغط على اماكن في الركبه اكتر من الاماكن التانيه، فبيعجل من مشاكل فبيعجل من حدوث الخشونه بتاعه الركبه. وده لازم بنعمله في سن مبكر، لان احنا لما بنعمله بعد حدوث التاكل بيبقى نتيجته ضعيفه. زمان في اواخر التسعينات واوائل الالفينات ظهر قصه المنظار، وان احنا المنظار الجراحي بنعمله في علاج حالات الخشونه. ولكن حقيقه مؤخرا كل الابحاث العلميه اثبتت ان المنظار لما بنعمله في سن متقدم بيعجل من عمليه التدخلات الجراحيه. فدايما احنا بنعمل المنظار الجراحي في الحالات المبكره سواء المايلد او المودريت، وبنعمل استئصال جزء للغضروف او نشيل الانسجه المتهيجه من الغشاء المبطن للركبه. ولكن في السن المتقدم فوق ال50 سنة لا ينصح بالمنظار الجراحي الا في حالات معينه جدا جدا جدا. مع التقدم والتكنولوجيا الجديده النهارده في مجال المفاصل الصناعيه، هي الركبه عباره عن 3 حجرات ما بين عظمة الرطفة اللي هي بنسميها صابونة الركبة ومفصل الركبة، وما بين الركبة عظمة الفخذ وعظمة الساق. النهاردة ما بقيناش بنبدل الركبة كلها، احنا بنبدل جزء معين من الركبة. وده بيبقى حل جيد جدا 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 في الناس صغار السن. ما بنغيرش الركبة كلها، احنا بنغير الجزء المصاب بس من الركبة، وده في حالات معينة. وده نتائجه هائله جدا جدا جدا، ودي اعلى تكنولوجي دلوقتي في العالم، ان احنا بنستبدل جزء فقط معين فقط من الركبه، ما بنستغلش مفصل الركبه، ما بنستبدلش مفصل الركبه الا في الحالات المتقدمه جدا. وده حل جيد جدا للناس صغار السن اللي بيعانوا من خشونه متقدمه في مفصل الركبه، لان ما فيش مفصل على وجه هذه الارض يغني عن المفصل اللي ربنا خلقه، او يؤدي بنفس البرفورمانس او الاداء بتاع المفصل اللي ربنا خلقه. فاي مفصل في الدنيا ليه له عمر افتراضي، فلما بنبدل جزء معين من مفصل الركبه هذا حل جيد جدا للناس صغار السن، يمكن يقعد معهم من 10 ل 15 سنة، وفي بعض التقنيات ممكن بنوصل لغايه 20 سنه. فجراحه المفاصل هي جراحه امنه في هذا التوقيت، ولكن الاهم من دلوقتي هو الاختيار الجيد لنوع المفصل والطريقه والشخص الذي يؤدي على هذه العمليه.